السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد السوري، والنهارده دي تجميعة الاحلام. معانا كارت RTX 3060 Ti، بيجي بتلات مراوح عشان الطراوة. الكارت ده بصراحة يعني ما ينفعش انت تشوف له بنش مارك، لازم تجربه بنفسك لان اداؤه يعني رهيب، وده تقريبا احسن كارت نفيديا عملته. يعني هو ممكن تقول انه فئة متوسطة، ويعني هو بين الفئة المتوسطة وبين الفئة العليا، فكارت محترم شغال لي زود شير 3 على 100 فريم ل 120 فريم، فأداؤه محترم جدا بصراحة. طبعا 1080 بي، أنا بلعب على 1080 بي على أعلى حاجة. معانا طبعا ال انتل اي 5 جيل 10 10400 اف، فبصراحة أداؤه جميل برضو مع ال 3060 ار تي اي. ومعانا ارمي، ومعانا الباور سبلاي العجيب ده 650 واط، يعني ممكن يشغل لك عمارة كاملة. ارمي برضو. وعندنا طبعا المذر بورد الخرافية اسوس بي 460 ام، بيجي معاها طبعا واي فاي عشان لو عندك الباقة طبعا خلصت زي الشعب المصري، الباقة خلصت وعايز تعمل هوت سبوت على الموبايل، فبحل ازمات كتيرة الواي فاي ده. فناس بصراحة عجيبة، يعني معرفش بصراحة المهندسين دول ولا بيفكروا ازاي. و SSD من نوع NVMe M2 SSD، القطعة الصغيرة العجيبة. وطبعا ارمي، وطبعا رام DDR4، بتهيألي بس كده. او طبعا عندنا الكيسة، هي هناك الكيسة ديب كول 4 مراوح، يعني ممكن دي في الصيف تعمل لك احلى تبريد. هنشغل دلوقتي كل ده قدامكم وهنشوف. طبعا انا بلعب على 1080 بي، لذلك اعتقد ان الجهاز ده مناسب احتياجي جدا، واعتقد اني افترى ان اشغل كارت عظيم زي ده على شاشة 1080 بي. انا زي ما قلت ان انا ما احبش العب على 2K او 4K، افضل اللعب على 1080 بي. وعامة يلا نجرب الجهاز، هو مستني هناك، فياريت طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا بينا. انا اشتريت الجهاز من محل سوفت لينك في مصر، واستفدت من عروض وخصم فينوس، وبصراحة احساس حلو لما تشتري الجهاز بنفسك احسن ما تاخده ببلاش بدون تعب او بدون تحويشة العمر. فاجهزة البي سي ميزتها لما بتشتريها بعد معاناة، خصوصا اني بشوف ان الاستثمار بالبي سي مش خسارة. طبعا انا للأسف مش هقدر افك القطع، لاني لو فكتها وجيت اركبها تاني فممكن احرقها، فبلاش احسن، خصوصا لان تركيبه معقد بصراحة، خصوصا الباور وكمية الاسلاك اللي فيه، يعني حاجة عذاب. طبعا سبب تجديد الجهاز هو عشان كذا حاجة. طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي لفترة شغال على مشروع لعبة على الانريل انجن 4، وفعلا قدرت احقق فيها شغل محترم، دي اول صور ليها. فمع الجهاز الجديد قدرت ان اوظف شيء ما كنتش قادر اعمله على الجهاز القديم. وبالمناسبة انا ممكن الاسبوع الجاي انزل نسخة ديمو مجانية عشان تلعبوها وتقولوا لي رأيكم، وطبعا ياريت تشتركوا في القناة عشان تتابعوا اخبار مشروع اللعبة. تاني حاجة، العاب الكروس جين على البي اس 4 تقنيا مش هتطلع بنفس جودة اجهزة الجيل الجديد، لذلك هفضل ان العب على البي سي. وطبعا اهم سبب ان القناة الفترة الجاية هيكون فيها نوع فيديوهات جديد، والجهاز الجديد هيفيدني بعده.
بالنسبة لأداء الكارت مع الألعاب، فأنا في الحقيقة كنت عايز أعمل ده في فيديو تاني منفصل، لكن برضو حبيت أن أعمل بنش مارك أو اختبار قوة الجهاز مع الألعاب، لذلك عملت بنش مارك سريع مع لعبتين وموجودين في آخر الفيديو، لكن إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هيبقى فيه تركيز مع ألعاب أكتر. عموما هو ده الفيديو، بشكركم على المشاهدة وأتمنى أنكم تتابعوا صفحاتي على الانستجرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم أحمد السوري، see you next time. I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey! Hey, you see that? A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow?